بين السطور. بين السطور فقرة إخبارية ننتقيها لحضراتكم من قلب قاعة التحرير. اليوم نتوقف عند حدث في السودان هو سابقة من نوعها، حدث غريب فعلا، حيث جاءت يعني جلدت السلطات السودانية بتنفيذ فوري ثلاثة من الشخصيات المعارضة وهي بارزة في حزب المؤتمر السوداني المعارض تنفيذا لحكم قضائي، وإذا قضت محكمة سودانية إذا بجلد كل من مستور أحمد محمد نائب رئيس حزب المؤتمر وعصام عمر وإبراهيم محمد القائدان بهذا الحزب 20 جلدة بعد إدانتهم بتهمة الإخلال بالسلامة العامة. نربط الاتصال مباشرة من الخرطوم مع مراسل مونتي كارلو الدولية إسلام عبد الرحمن. إسلام مرحبا. إسلام، ما الذي حدث؟ يعني ما هذه المرة الأولى التي يتم جلد معارضين فيها، لماذا هذا الحكم القضائي اليوم؟ كيف نقرأه؟ نعم رمتان، يعني كما أشرتي هو حكم يعد سابقة قانونية، هو الأول من نوعه ضد معارضين سياسيين منذ وصول الرئيس البشير في سدة الحكم في السودان في العام 1989. للتعريف يعني قبل الإجابة، حزب المؤتمر السوداني وحزب معارض ضمن مجموعة كبيرة من الشباب، هذا الحزب قاطع الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في نيسان أبريل الماضي رغم إطلاق صراخ رئيس الحزب إبراهيم الشيخ كان هو الآخر أيضا معتقلا منذ حزيران من عام 2014 تهمة الاعتقال، كان هو أنه ألقى بحديث غير لائق بقوات الدعم السريع وطلب منه الاعتذار لكنه رفض وقاطع الانتخابات. يبدو أنها هي المشكلة التي كانت تثار الحزب مع السلطات الحكومية، لأن هذا الحزب معارض ولديه قوة ولا يستجيب إلى النداءات التي تصدرها الحكومة حتى يبدأ الحوار. هذه واحدة. أما ما نستدته محكمة أم درمان، الأحكام التي قضت بالجلد ضد القيادات التي في الحزب، هذه الحادثة تمت بعد أن تم إلقاء القبض على النشطاء أو القيادات الحزبية، وكانوا يلقون خطبا وكلمات في حشد جماهيري في سوق أم درمان وهو سوق مجاور لمدينة الخرطوم. دعوا في هذه المخاطبات التي كانت في أبريل الماضي إلى مقاطعة الانتخابات. هذه هي التهمة الرئيسة أن تم تنفيذه على الفور في الساحة الخارجية للمحكمة. كما أشرت جلد كل منهم 20 جلدة دون انتظار وصول حتى محامي الدفاع. نتوقف معك دقيقة إسلام، نتوقف معك فقط لكي نستمع إلى الحوار أو مقتطف من الحوار الذي أجريته مع أحد هؤلاء المعارضين الذين تعرضوا للجلد، مستور محمد مساعد رئيس حزب المؤتمر السوداني الذي نفذ فيه الحكم حكم الجلد. إذن سنستمع إليه ونعود معك بعدها للتعليق ولوضعنا في السياق السياسي في السودان اليوم. نستمع. المحاكمة كانت هي محاكمة سياسية من الدرجة الأولى، لأنه المحكمة ما قدرت تثبت الجريمة، يعني باعتبار أنه نحن عملنا يعني إزعاج أو إخلال بالسلامة العامة، لكن لأنه المسألة كانت مسألة سياسية فكان يعني كان الحكم هو الجلد مع التنفيذ الفوري، وقدمنا شهود ومن خلال المحامين أنه نحن حزب سياسي مسجل عنده الحرية وعنده الحق في أنه يعني يعبر عن رأيه، عنده الحق في أنه يخاطب الجماهير، عنده الحق في أنه يوصل رؤيته للشعب وللناس وكده. لكن القاضي في انتهاك واضح جدا للحقوق لحقنا السياسي يتجاوز المسألة دي كلها وحكم بالجلد، وده باعتبارة سابقة يعني ما حصلت معارضين يتم جلدهم يعني لأنه مخالفين للرأي. مونتي كارلو الدولية معكم حول الحدث في الخرطوم 93 FM. إسلام، تعليق أخير، هل وضعتنا في سياق هذه السابقة وكيف نفسرها اليوم؟ نعم، هذه المادة التي تمت المحاكمة وتمت الإدانة بها للسياسيين هي المادة 66 من قانون النظام العام.
وهي متعلقه بالاخلال بالامن والسلام والابعاد العام. تناقشها الشرطه الخاصه تعرف بشرطه النظام العام، وهذه الشرطه كما تعرف في بعض البلدان العربيه كان تعرف بشرطه الاداء. هي الامر او الوضع مختلف، هذه قضيه سياسيه، لكنها اشيلت لهذه الشرطه ولهذه المحكمه الخاصه واصدرت هذا الحكم. هذا القانون اقول لك اختصارا هو قانون مثير للجدل، يتعارض مع الدستور الذي يتيح الحريات. سبق وان نفذت احكام جلب السيدات بمثل وهن البسمة البنطال، وتعرفين قضيه الصحفيه زميل نجمة حسين حكمت بذات القانون وهي بعد تم القاء القبض عليها. هذا هو السياق، لكن في ردود الافعال ردود غاضبه في الاوساط المعارضه. حزب المؤتمر الوطني الحاكم على طالب سليمان القيادي في الحزب قال يا رمتان ان احكام الجلد قانونيه، نفى ان تكون هنالك اي شبهه سياسيه في هذا الحكم. للعجب، يا عجب. شكرا جزيلا لك إسلام عبد الرحمن، مراسل مونتي كارلو الدولية في الخرطوم، كنت مباشرة على الهواء معنا. نلج وإياكم قضية اليوم، ليبيا مع أو ضد مسودة الحل المعدلة.